أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا مع حلقة جديدة من برنامج الكويت تستاهل. مثل ما أنتم عارفين برنامجنا يسلط الضوء على كل ما هو إيجابي في المجتمع الكويتي وأيضا جهود إخواننا الكويتيين العاملين في مختلف المجالات. اليوم راح نتكلم عن دور معهد الكويت الأبحاث العلمية في زيادة المخزون السمكي في البلاد من خلال الجهود الكويتية العاملة في هذا المعهد الكويتي الوطني اللي نفتخر فيه. ضيفنا الدكتور الباحث الدكتور خالد العبد الإله الباحث العلمي في تفريخ الأسماك البحرية في دائرة الزراعة البحرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا. الله يحييك وسلمك عافيك. احنا دائما نفخر عندما نشاهد الطاقات الكويتية العاملة بإيدها وقاعد تخدم البلد في صمت، فهذا دورنا الإعلامي أن نسلط الضوء عليكم وعلى جهودكم المباركة. أقل ما نسوي حق الكويت. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يحييك الله يحييك. دكتور دائما يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الصحافة من خلال الإذاعة والتلفزيون وسائل الإعلام المختلفة بالكويت اللي يتابع معهد الكويت للأبحاث العلمية يعني يقرأ ويسمع ويشوف من سنوات طويلة معهد الكويت للأبحاث العلمية قاعد يجري أبحاث ونظريات ومحاضرات وأيضا شغلات عملية قاعد نشوفها في سبيل زيادة المخزون السمكي في البلاد. ودنا نتكلم دكتور عن هذا الموضوع، هل فعلا هناك استراتيجية قاعد تمشي بخطوات محددة حتى الوصول للهدف المنشود اللي من خلالكم كباحثين الوصول له؟ نعم نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية المعهد، استراتيجية المعهد تنقسم إلى شقين. شق اللي هو تزويد السوق المحلي بالأسماك المطلوبة أنواع وكميات. الشق الثاني اللي هو يعني ترميم المخازين السمكية اللي تضررت أسباب كثيرة، منها التلوث، منها جهد الصيد الزايد عن الحد، منها الصيد الزايد عن الحد وصل إلى أن يقلل عدد الأمهات، يعني يقص بالعظم. فكل ما قلت عدد الأمهات كل ما النسبة السنوية اللي تزيد حق المخزون تقل، صح. بالتالي ممكن تروح. ف التلوث قل يعني التلوث ونفس المخازين هذه انضرت بسبب الصيد الجائر والصيد الجهد المبذول الغير منظم. يعني مثلا الهيئة العامة للشؤون الزراعية والرسوم تحدد ان 20 لنج انه يصيد عشان ما يضر المخزون. في العشرين مع العشرين هذولا في 40 مو مرخصين قاعد يصيدون بالبوقة، صح. فهذا قاعد يضر المخزون، وبالتالي هذا اللي قاعد يحصل ان المخازين هذه تنضر. فالمعهد الاستراتيجية الاولى توفير السمك للسوق عن طريق الاستزراع مزارع سمكية، تفريخ الاسماك وتزويد المزارع السمكية بالفروخ هذه عشان يسمنونها الى الحجم التجاري. الاستراتيجية الثانية ترميم المخازين السمكية اللي موجودة في البحر عن طريقين. الطريق الاول الطريق التقليدي اللي هو منع الصيد، حجم الأشباح، الشبك اللي يستخدم، الجهد المبذول لازم يدرس ويحدد من قبل البرنامج اللي عندنا وبالتعاون مع الهيئة. في طريقة ثانية عشان ترميم المخزون اللي هو أطلاق أسماك مستزرعة إلى المياه البحرية الكويتية لترميم لزيادة عدد الأمهات اللي تناقصت بطريقة حادة وأثر على المخازين. فهذه الاستراتيجية العامة للمعهد. القصد منها جعل المصيد من المياه الإقليمية يكون كافي يغطي حاجة البلد وتقليل الكميات المستوردة من الأسماك اللي تجي من الدول المجاورة للسوق عشان العرض العالي اللي مو قاعد يلبي الصيد من المياه الكويتية الإقليمية. وهذا بحد ذاته له علاقة بالأمن الغذائي، وأنت ما يدوم لك الاستيراد، هذا ممكن يمنع عنك أي وقت. نعم دكتور، شنو الوسائل اللي عندكم ما دام أنتم عندكم يعني خطين متوازيين، يعني مثلا المصائد والاستزراع، شنو وسائلكم العملية اللي بيدكم في سبيل يعني زيادة المحصول السمكي في البلاد وبالتالي تقليل الاستيراد؟ نعم،
الوسائل بالنسبة حق إدارة المصايد هم لهم وسائل، أنا مو هذا شغلي يعني، أنا شغلي بالاستزراع، ولكن عندهم وسائل كثيرة، منها منع الصيد أثناء موسم البيض، هذا نوع، تحديد حجام الشباك، الجهد المبذول، يحددون الجهد المبذول أساس لا يزيد الصيد اللي حد طريقة، هذه يعني واحدة من الأشياء المهمة في كأدوات حق إدارة المصايد. النوع الثاني اللي هو الاستزراع، الاستزراع يعتمد على تقنيات المعهد طورها، وهذا اللي أخذ وقت منه عشان نطور تقنية الهامور والسبيطي والشعم، والآن قاعد بلشنا بالزبيدي. التقنية هذه تبي كثير من العمل، تعرف شلون تصيد الأمهات، شلون تجيب الأمهات، شلون تأقلم الأمهات، شنو النسبة الذكرية للأنثوية في القطيع البياض، هذه مهمة، هذه متعبة. يعني مثل الهامور تبي أنثى ذكر لكل 10 إناث، شلون نطيح عليها هذه؟ بطحنا عليها الحمد لله عرفناها. السبيطي مثلا يبي 4 ذكور إلى كل أنثى، والشعم فهاي الأمور تأخذ وقت. بعدين تبي تهيئ البيئة حق السمكه عشان تبيض طبيعي، احنا ما نجيس السمكه، احنا ما نحقنها ونعصرها، لا 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 لا، احنا نخليها تبيض بروحها، احنا نجمع البيض هي تهد بروح البيض، ما احنا ما نجبرها، بس احنا نهيئ لها الاكل الصح والجنس، نسبه الجنس من الانثى اللي ذكر صح، ونهيئ لها البيئه، بيئه الماء يكون نسبتها نقيه جدا والمواصفات والاكسجين عالي و بالتالي هي بروحها تبيض. فهي طريقتنا دكتور. يعني ودنا نتكلم على مهمه الاحواض، هنا عندكم احواض يعني مختلفه الاحجام موجوده في دائره الزراعه البحريه، يعني وانت كباحث علمي في هذا المجال وقاعد تشرف عليه، شنو دورها هذه الاحواض دكتور؟ الاحواض مثل ما تفضلت احجامها مختلفه، عاده الاحجام الاحواض الكبيره اللي هي بالستين متر مكعب واكثر، يعني يكون دائري قطره تقريبا 7 متر، القطر ماله 7 متر. الاحواض الامهات دائما تكون كبيره، لان الام الانثى والذكر يحتاجون مساحه راهيه. يعني انا اقول لك مثال، يعني الاحواض لتربيه الامهات المستقبليه اشرحها بعدين، هذه ممكن احنا نحط بالمتر المكعب 10 كيلو الى 15 كيلو، يعني كتربيه ككتله حيويه بالكيلوغرام للمتر المكعب، متر مكعب متر في متر في متر. الامهات ما نزيد عن 2 كيلو، شوف من 15 ل 2 كيلو نعطيهم براح، نعطيهم يعني، وهذا يعني مو الاستخدام الامثل حق الحوض، ولكن الاستخدام الامثل للوظيفه اللي تبيها من السمك اللي هو تبيض. السمك اذا مزحوم ما يبيض، لازم مرتاح، لان عندهم السمك سبحان الله مثل الطيور، عندهم رقصه، يعني الذكر يغازل الانثى برقصه معينه، يبي مساحه، يبي هذا، يعني الهامور يتغير لونه ابيض وقت التزاوج، ابيض مثل دشداشتك ابيض، ما تصدق انها سمكه الهامور اللي شايفه، ويدور ويسوي حركات ويحاول يعني في يسمونه الغزل قبل التزاوج. فاحنا نعطيه مساحه، نعطي السمك مساحه، ولازم نحط الاحجام الذكور، عدد الذكور مهم انه ما يكون طاغي، اذا زاد ما يبيضون السمك، يقولون تهاوشون الذكور تهاوش بعضها، مثل الدياي الحين اذا حطيت ديك ثاني مع الدياي كلهم هاوش، واحد فيهم يذبح الثاني. فاحنا عارفين لازم نعرف نحط نسبه الذكور صح مع الاناث. دكتور شنو الهدف يعني بالنهايه؟ هل عندما يعني لما نقول يعني والله ان الاسماك هذه تبيض ولا توصل الى حجم معين، هل راح تهدونها بالبحر ولا ابحاث علميه لطريقه ثانيه؟ اثنينهم احنا ننتج الاسماك يعني مثلا البيض لما انفقسه بأحواض صغيرة، عشان نسبة إجابة السؤال اللي فات، أحواض صغيرة عشان نفقس البيض. أول ما يفقس البيض يأخذ له تقريبا 20-25 ساعة، يعتمد على النوع والحرارة، يرحل إلى أحواض متر مكعب إلى مترين مكعب، يعني تقريبا قطرة متر دائري، قطرة متر متر ونص. هذول اليرقات تربى طريقة معينة
الى ان يوصل الصبع حجم الصبع، وبالتالي من يوصل حجم الصبع يوصل مرحله يعني مضمونه انه ما يموت، وبالتالي يرحل الى الانتاج. الانتاج تكون احواض اكبر، تكون احواض بحجم مثلا 20 متر مكعب، يعني تقريبا 4 متر القطر مالها او بارتفاع مترين وهكذا. ولكن انتاج الاسماك هذه لها مسارين، مسار الاول الابحاث ونغطي حاجات الباحثين كلهم، اللي يبي بيض نعطيه بيض، اللي يبي رقات نعطيه رقات، اللي يبي سمكه وزنها 5 جرام نعطيه، اللي يبي سمكه وزنها 50 جرام نعطيه، وهكذا نلبي حاجات الباحثين. الشيء الثاني نسوي انتخاب حق الامهات، يعني كل سنه انا عندي كل سنه يعني مثلا هامور 16 2016، عندي شعم 2016، عندي صبيطه 2016، عندي وهكذا. وهذولا و2017 عندي بعد نفس الشيء، واحواض لهم يكونون حوضين، بعدين يصيرون حوض، بعدين الحوض نفسه يتفرزه، تاخذ منه الاحسن وباقي تقطه، ما تقدر تخليهم صح. بس تنقي. فانت عندك كل سنه امهات، فهذا المسلك الثاني. اول شيء اسماك حق الباحثين، ثاني طريقه اللي هو ننتج امهات منتخبه من المقاطيع اللي عندنا. الشيء الثالث اللي هو ممكن التسمين، يتسمن الى الحجم التجاري. ولكن الان في محورنا اليوم راح نتكلم عن الاطلاق. أي. هو الاطلاق، نربي السمك حق الاطلاق، ننتج مثلا 100,000 200,000 300,000 على حسب طاقتنا، ونربي الى حجم 50 جرام فما فوق، وبعدين يوشم، وبعدين بطريقه معينه علميه ينزل في البحر، في مناطق معينه في البحر لضمان انه يعيش وما يصاد. صحيح على البحر الخليجي مطله، لكن على روحي تطل اكثر شوي. عفوا دكتور، يعني ليلة حجم معين مثلا قاعد تقول، يعني هل والله سنتيات معينه حتى تقطونه يعني تطلقونه في البحر، يعني هل هذه الشغله علميه والله انه والله يعتمد على نفسه او انه يقدر يقاوم يعني شغله معينه؟ نعم، في نظامين ابو فهد، نظامين. النظام الاولي اللي الحين الغوه، كانوا يربون السمك الى جرامين 3 جرامات. أيه. وكان مو مكلف، كان سهل صح. بس لما يهدون كميات اكبر بالبحر بس ما كان يعيش منه شيء، لان السمكه اولا سرعتها بطيئه، سمكه صغيره صح. وبعدين هي السمك الصغار هم عاده غذاء الاسماك الثانيه صح. يعني فما يخلونها، وبعدين مخزونها الغذائي اللي في جسمها قليل، وكونها صغيره تحتاج اكل وايد عشان تنمو، نموها عالي جدا عالي مثل الياهل صح. الياهل رضعتين كل ساعتين، رضعه كل ساعتين، والسمك نفس الشيء. يعني الامهات نعطيهم احنا كل يومين مره الاكل، الامهات كل يومين اكل مره وجبه، الصغار السمك الصغار 6 مرات باليوم، فاذا هديتها صغيره صح. تبي اكل وايد ولا تقدر تخزن هاي صح. فاحنا نهدها. طبعا النظام هذا راح دثر، وكان في قصور كثير، وسبب ان الحكومات ما لقت جدوى من انها تنفق على البرامج هذه، لان المردود كان ضعيف فالغيت البرامج هذه. ردت اليابان وامريكا في فلوريدا، خاصه في فلوريدا، ولايه فلوريدا، طوروا نظام جديد اللي هو الاحجام الكبيره اللي هو فوق ال 50 جرام، وقالوا لازم يكون اطلاقك اطلاق يعني فعال بأنك تتخذ النقاط هذه 1 2 3 4 5، منهم الحجم يكون على الأقل فوق 50 جرام، منهم أنك تدرس الموقع اللي بتهده السمك فيه، منهم أنك تهد بالليل ولا بالنهار، منهم في تيار ولا ما في تيار، وايد يمكن أكثر من 50 نقطة لازم تلبيها قبل لا تهد السمك. وبدأوا يشتغلون، وفعلا أثبتوا حق الحكومات أو الممولين إن كان قطاع خاص. ساعات يحبون القطاع الخاص، يحب يسوي خدمة حق البلد، مثل شركات البترول مثلا، سمعتها تبيها تكون انها مو انا مو بس اضر البيئة، انا هم اساعد البيئة صح.
ومن الامور هذه. فهذول الممولين للمشاريع هذه المرحله الثانيه المرحله الجديده الحجم الكبير مع الشروط الكثيره بداوا لقوا المردود اقوى واحسن وكان وصار مجدي. يعني انا لما قط فلوسي 50,000 100,000 دينار حق الاطلاق احصل يعني احصل انه وايد من السمك بعد سنتين ثلاث مع الوشم طبعا لازم الوشم ضروري أيه. عشان وهذه النقطه اللي بنوقف عندها دكتور يعني سالفه الوشم هذه يعني يعني هل هذه سالفه جديده مثلا انه والله شلون طريقه يعني الوشم انت يعني قاعد تطلبون الاف الوشم هو يعني الاداه اللي تثبت لك ان اطلاقك صح ولا 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 يعني تيش بريش يعني يعني يلغى مو بس اعاده نظر يعني ما حد يمولك بعدين. فانت شو تسوي الوشم وايد اشكال اشكاله وايده. كانوا يستعملون البلاستيك يحطون في السمكه ابره وبلاستيك عشان يعني يحطون مثل الشريط من في السمكه شريط بلاستيك يعني عن طريق الابره. قام يحطون حديدة يلصقونها بالخيشوم حديدة كليبس كذي يحطونها يضغطونها على الخيشوم وتقعد على الخيشوم طبعا لازم تخرق هذا وهذا وامور وايدة. الآن الوشم ضروري والوشم عادة ما تقدر توشم إذا تطلق مليون ما تقدر توشم مليون توشم نسبة من اللي يطلق عادة 10% إذا الكمية كبيرة 7% إذا مليون مثلا 7% أو 5% إذا وضع 100,000 أو 50,000 أو والله أوشم 10% العشرة بالمية من المطلوب اللي راح تطلقها يمثلون كل شنو فائدتها لكم دكتور الوشم هذا كباحثين أنتم يعني ندري إن شغلنا صح. يعني أنا أقول لك مثال أنت الحين ما وشمت وهديت السمك وتكلفت فيه لأن الحين في كلفة إضافية إنك تربي السمكة من 2 جرام إلى 50 جرام صح. تبي أحواض تبي أكل تبي عمالة ففي كلفة أول ما فاكين كيف كلفة بس ما كان في نتائج مع الكلفة هذه سبحان الله بدأت النتائج تطلع وخاصة اللي أثبت النتائج بدأت تصير هو الوشم. فالوشم أداة لنجاح أو فشل إطلاقك كباحث أو كممول. كباحث ارتحت استانست قلت اشوه والله شغلي فات وكممول انا قطيت فلوسي صح يعني عرفت. فالوشم مهم جدا وما يصير يعني اطلاق بدون وشم لان انت ما تدري ايش صار ما تدري ايش سويت وتصير من خلالها الدكتور يعني متابعه لحركه الاسماك انا قلتهم في الجنوب ممكن يصيدون بالشمال. نعم عاده احنا الوشم نحط له احنا نستعمل الان في مشروعنا الان اللي راح نتكلم عنه مشروعنا هذا نستخدم فيه ماده اسمها الاستمر. الاستمر ماده فسفوريه سائله تستخدم في الاطعمه يعني ما فيها اي ضرر تحقن تحت الجلد هي فيها 12 لون فسفوري. طبعا الوشم في وشم ما يبين مثل الـ في اكو مسدس يحطونه على الراس ويرمون تطلع قطعه صغيره من المسدس هذه القطعه تبرمجها في الكمبيوتر قبل لا تهدها تحط فيها التاريخ تحط فيها نوع السمكه تحط فيها الموقع اللي تبيه مثل ما يسوي مع الطيور. نعم بس هذه اللي بالجمجمه اللي تدش الجمجمه تحت تخترق الجلد وتدش بالجمجمه تثبت صغيره ناعمه هذه الصياد ما يقدر يشوفها صح ولا يقدر يجيبها لك. هذه حق اشياء بحث يعني مثلا انا عندي قطيع اسماك عندي بالدوام هنا مسوي تهجين مثلا مسوي تهجين وعندي نوعين ما بيهم يختلطون فاعمل لهم هاي الوشم ولما بفرزهم بالماكينه احط الماكينه على الراس يطلع شنو السمكه يعني من ما مر عندي جهاز في شاشه من ما مر على راس السمكه يطلع المعلومات اللي بالوشم اللي بالحديده اللي داخل الجمجمه. هذه حق الابحاث بس حق انك تخلي الناس تتفاعل معاك ويعطونك معلومات نستعمل اللون الفسفوري نحط لونين ابو فهد لون عن الموقع هديته بالسالمية ولون حق التاريخ مثلا احط برتغالي حق الموقع السالمية واحط اخضر حق 1/7/2019 مثلا وما اعلن اني هديت الا بعد سنة واقول لهم المكافأة اقول لهم والله اللي يبلي السمكة هذه فيها
فيها واصورها اعطيهم انزل الصوره والوشم شلون صاير وشلون شكله وين مكانه واقول لهم اللي يجيب لي السمكه هذه هالنوع هذا مثلا شعم او سبيطي او بالول اللي هو مثلا مكافاه له 10 دنانير او 15 دينار ابي نبي نقطتين ابي وين صادها السمكه هذه ومتى صادها وبالتالي انا اعرف مسار السمكه اذا جاب لي واحد سمكه قال لي انا شفتها بالفنطاس عرفت انا طلعت من السالميه للفنطاس وواحد قال لي انا صدتها مثلا 1/7/2020 عرفت انه بعد سنه صادها اقوم اوزنها واعرف ايش كثر نمت يعني انا عندي صح. الوزن الاصلي مالها قبل لا هدها عندي الوزن مالها صح. واعرف الوزن اللي وصلت له واعرف مسارها واعرف انها عاشت وانها ممكن تصير ام وتنتج بيض هذه مهمه هذه واحده من اهم الاسباب دكتور عمليه اطلاق يعني الاسماك هل تتم عن طريق دراسه والله عندنا نقص مثلا في هالنوع هذا المعين من الاسماك نزيد يعني الاطلاق فيه يعني هل ضمن دراسات ولا يعني الشغله الكميه اللي عندكم تهدونها يعني هو يعني في سببين يعني او 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 انت محدود بشيئين اول شيء تشوف الصيد من هالنوع هذا يعني مثلا انا بشتغل بالسبيطي مثلا وشفت الصيد السنوي من 4-5 سنين فاتت قاعد ينزل 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 لدرجه ان يعني اعطيك مثال الزبيدي كان الزبيدي مو السبيطي الزبيدي كان 1200 طن من 10 سنين الان 200 طن يعني يعني ايش كثر راح منه يعني هذا اكيد متعور يعني يعني مخزون تلفان مو قاعد يؤدي بسبب اسباب وايده فالاطلاق شيئين اول شيء تناقص المخزون هذا نوع السمكه تناقصه بالصيد هذا يخليني اختاره والشيء الثاني السمكه هذه انا لازم متوبكها اقدر انتجها يعني مثلا يجينا حق لقينا الدويلمي مثلا ينقعد ينزل صيده مثلا مو مهم هو بس كمثال احنا ما نقدر نسويه يعني لقيناه ينزل وقلنا هذه السمكه ممكن والله يعني نحاول نساعدها باطلاق اسماك حيه بس جينا حق ربعنا قلنا لهم تقدرون تنتجوا الدويلمي قالوا لا والله ما اشتغلنا فيه ما نقدر نختاره لازم السمكه تكون اصلا قاعده تناقص صيدها ولازم تكون السمكه احنا متوبكينها عندنا امهاتها عندنا طريقه انتاجها تبيضها تفخيصها انتاجها كذا 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 يعني احنا شايخين على 3 سمكات الان على البالول الهامور وعلى السبيطي وعلى الشعم هذول شايخين على 3 فاحنا شفنا 3 هذول هل في تناقص بينهم لقينا فعلا البالول قاعد ينقص الهامور قاعد ينقص والسبيطي قاعد ينقص الشعم ينقص بس مو مثلهم الشعم شوي قاعد بروحه نقصه قليل يعني هم قاعد ينقص بس مو وايد بس الشعم ما شاء الله مغطية يعني الشعم مثل ما تقول قوية وذكية سمكة يصيدون منها وايد بس هي أصلا يعني أنا أعطيك مثال بالشعم والسبيطي يعني أنا لا أحط يرقات مثلا 50,000 في تانكي متر مكعب ومترين مكعب شعم انتج من الشعم بهالتانك الصغير اكثر من ما انتجه بالسبيطي من 10 احواض قوي قوي يعني اللي يحطه يعيش ما يموت الشعم قويه وهذا اللي خلانا هذا موضوع ثاني هذا خلانا نهجن هجين السبيطي مع السبيطي مع الشعم عشان نحصل على بيض قوي رقات قويه عشان الانتاج صحيح على البحر الخليجي مطلة لكن على روحي تطل أكثر شوي دكتور الإطلاق الأخير يعني هل حطيته يعني كل مرة تطلقون أسماك يعني تزيدون عددها أو تزيدون النوعية بعد يعني كل ما تطلقون يكون عندكم شيء جديد هو عندنا يكون عندنا برنامج الاطلاق يعني مثلا اعطيك مثال البرنامج الحين عندنا احنا مشروع خدمي يسمونه مشروع خدمي مع شركه كارو شركه كارو شركه الكويتيه العطريات ها
هذه الشركة مولت المشروع هذا ب 100,000 دينار تقريبا لمدة 3 سنوات. فإحنا بالبرنامج هذا عندنا كمية الأسماك تطلق كل سنة، وعندنا كذلك دعوة مدارس كل سنة لإلقاء محاضرات تثقيفية ولجعل الطلبة بنفسهم يلقون يهدون سمك في السالمية هنا عندنا لمدة 3 سنوات. ففي برنامج يعني المطلق اللي بيسوي يطلق عشان يرتب شغله يسوي برنامج مثلا إن كان عن طريق الشركة أو كان عند برنامج ضخم مثل برنامج اللي مقترحينه الهيئة العامة شؤون زراعة الثروة السمكية، برنامج ضخم وقاعد ينطرون تمويل من الأمانة العامة للتخطيط، إياهم إن شاء الله موعدهم خير يعني 1 مليون مدري 2 مليون كل سنة يعني كمية كبيرة، ويبوننا نساعدهم يعني بالشغلة هذه. فعندك أنت خطة استراتيجية، طبعا كل ما تطلق أكثر كل ما يكون أفيد. وفي نقطة مهمة أضيفها حق سؤالك هذه الاستمرارية، يعني أعطيك مثال سمكة مثلا مثل الصبيطي مثلا يصير بالغ يبلغ يعني يقدر ينتج بيوض يبي له يعني أنثى وذكر خلنا نجمعهم لأن الذكر يبلغ أسرع شوية يبي 3 سنوات. فأنا الإطلاق لازم أعدي 3 سنوات، ما أقدر أطلق سنة وأوقف، لازم أطلق سنة وراها سنة، وإذا أنا قاعد أزيد الكميات أحسن. وكل سنة لما أطلق أسماك موقع معين أجمع بيانات عن اللي أطلقته وعن هل في وفيات، هل الناس قاعد تصيد منه. يعني أطلقنا من كم سنتين أو 3 أطلقنا بالخيران في المرحلة الرابعة، يعني ما كانت بعدها مسكونة، لا زالت الناس درت يقول حلالي هذا، يقول حلالي المزيزي، قلت له يا معود خليه يكبر عرفت. فهذه البيانات تساعدنا في الإطلاق الثاني، يعني لازم يستمر الإطلاق على الأقل 5 سنين مستمر بكميات يعني متزايدة مو متناقصة، متزايدة مفروض يعني أساس إن نضمن إن شيء منها يصير أمهات ويبدأ يرمم اللي تلف يعني عرفت كذي. دكتور قلت يعني نقطة مهمة على مسألة إن مشاركة الطلبة، هذا يأخذنا إلى التوعية البيئية، أو يعني هل عندكم أيضا خطة والله إحنا نبي أيضا جيل يربى يعني معانا ويكبر أيضا هم يحافظ على البيئة البحرية ويعرف الخطط العلمية اللي أنتوا توصلتوا له، خاصة وعندنا جيل أصبح جيل مثقف يعني. نعم الحين إحنا شغالين في الموضوع هذا، وعندنا كل سنة طبعا قبل المشروع هذا كنا احنا ندعو طلبة، وكان يجونا طلبة الدورات الصيفية كثيرة، فكنا نعطيهم محاضرات بالموضوع هذا، بس الحين صار هذا متطلب من شركة خاصة احنا نبيكم يا معهد الأبحاث تسوون كذي كذي كذي. فالحمد لله السنة هذه في شهر 4 تقريبا استوعب، يمكن كان اشتغلنا تقريبا 12 يوم عمل، كل يوم كان يجونا 3 مدارس إلى 4 مدارس، لدرجة تتوهقنا الصالة مالتنا تشيل 50 كرسي، ويون يعني وأنا قاعد أحاضر تي مدرسة أوقف. فرحنا ابن كراسي ابن شرينا وأجرنا كراسي، أجرنا 40 كرسي زيادة بالممرات حطينا، وهذا شيء يسعدكم دكتور لأن يعني بدأوا الناس يعني ودهم يشوفوا نعم 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 استأنسنا إحنا اليوم اللي جينا مدارس وايد لأن إحنا 5 مدارس باليوم مفروض مع التربية متفقين، بس ساعات ما يصير ظروف ما يجون، ساعات 3 مدارس ساعات 4 مدارس ساعات يوم بالغلط مدارس أزيد اللي ما يو أمس يقول لهم تعالوا اليوم كل واحد تعالوا إيه. فنستانس لما يجون مدارس وايد. نعم. إيه. دكتور ممكن إحنا وصلنا للنهاية لكن ودنا نتطرق بشكل سريع على شغلة مهمة أيضا موضوع الربيان، يعني شغلة مهمة يعني واستزراعها بالكويت وأيضا يعني عملية متوازية يعني ومتوازنة مع الأسماك، يعني أيضا عندكم جهود في هذا المجال. نعم نعم. نعم تم إطلاق ربيان شحامية تم كمية كبيرة الأول العام مثلا 250,000 والعام كنا هالحدود يعني. وكان الإطلاق مع الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الحمود والشيخ محمد اليوسف كان ويانا بعد من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والمدير العام للمعهد، وكله طلعنا يمكن 6-7 طراريد من هنا ورحنا جون الكويت وأطلقنا الربيان ما شاء الله. والفكرة هذه ودنا نطورها، احنا مشكلتنا لازم يكون في راعي،
يعني احنا المعهد يحب انه يكون في راعي يدعم الموضوع هذا. صح. في مشاريع ضروريه المعهد يمولها داخليه تصير، بس مشاريع اساسيه عشان تجمع المعلومات، بس في مشاريع المعهد وده يكون راعي، فننطر الراعي اذا يعني الراعي استمر. يعني مثلا اطلاق الاسماك احنا بدينا بروحنا سنتين ورا بعض بروحنا، المعهد مولنا وانتشرت الفكره، ويانا الراعي اللي هو العطريات، وان شاء الله يجينا غيره، ويونا بعد الكي ام بي سي بعد يونا قبل العطريات. فيعني في بالنا الربيون. نعم. يعني في بالنا. نعم اطلاقه. نعم. نعم. عموما دكتور خالد عبد الله الباحث العلمي في تفريخ الاسماك البحريه في دائره الزراعه البحريه في معهد الكويت للابحاث العلميه، الله يعطيكم الصحه والعافيه، وجهودكم يعني مشكوره من جميع اهل الكويت، وقاعد يشوفون هالامور هذه واضحه امامهم ان شاء الله الى المزيد في خدمه البلد. الله يعطيك الصحه والعافيه. اللهم امين. اللهم امين وعافيك وسلمك. واحنا احنا مسرورين بزيارتكم، واحنا ودنا نعلم يعني نخبر المجتمع الكويتي باللي قاعد نسويه، وهذا اقل من واجب الحقيقه يعني حق نخدم الكويت هذه اللي فوق تستاهل يعني.